صباح الخير مره ثانيه لكل المشاهدين. في كثير ابديتس اليوم عم بيصيروا بعالم الابلكيشنز، وكمان بما انه ابلكيشنز هول كثير مستعملون كان سناب شات او انستغرام، حبيت كون عم نبتدي فيهم حلقتنا اليوم بتكنولوجي. سو اول ابديت رح نكون عم نشوف هيك صور سريعه، صورتين هن حضرتهم عن سناب شات. هلو كاتيا. بونجور. صباح. صباح اسوا. تستعملي سناب شات؟ لا. طيب حنوت عليها بسرعه. الابديت الجديد يلي اليوم صار متوفر بسناب شات، هو قبل كان في بارت منه كان بيندفع لتقدر تكون عم تستعمليهم، اليوم صاروا متوفرين ببلاش. هن انه بلشوا يخلقوا فلترز يلي هن عاده كيف بتزين الفيديو تبعك اما الصوره يلي بتكوني عم تلتقطيها على سناب شات، بلشوا يعملوا لهم جيو فلترز. جيو فلترز يعني هن بلشوا يربطون باماكن معينه ببلدان معينه لتقدروا هالقد تكونوا عم تعملوا ادابتيشن للمضمون يلي انتم عم بتصوروه، وكمان هالطابع يلي كمان بينعكس باسلوب مرح نوعا ما على هالصور. فرح نكون عم نشوف بس هيك صورتين سريعين عنهم بما انه صاروا متوفرين وعم بيزيدوا بعد اكثر واكثر. مثلا هون كان ناشونال جانك فود داي، حتى اهم من هيك فيك تكوني عم تحطي لاند ماركس يعني بلبنان لنفترض طلعتي على اماكن سياحيه، طلعتي على مغاره تجعيطه، بصير حتى فيك از جرافيك ديزاينر اذا ما كان موجود فلتر تكوني عم بتقدمي على هول الفلترز بينخلقوا بينزيدوا وبيصيروا متوفرين عندك. اذا في ايفنت معين حابه تكوني عم تخلقي له فلتر خاص فيه، كمان هالترند عم بتزيد بسرعه كثير كبيره كاتيا، لانه الناس صار انه بيستعملون باسلوب ليكونوا عم بيزينوا فيه هالصور وبيضحكوا هن مهضومين يعني مش سائلين. فاليوم من سناب شات اذا بديك ومن هالفلترز وهالفيتشرز يلي موجودين رح نكون عم نروح على انستغرام. اليوم بانستغرام كمان بلشوا يزيدوا فيتشر كثير بتشبه سناب شات، نعرف انه هن كل وحده شركه مختلفه. فاليوم انستغرام كمان عم بيتحولوا نوعا ما شوي ليصيروا يشبهوا سناب شات من ناحيه الفلترز. فامبارحه انستغرام كانوا عم يطلقوا ابديت جديد، نحن كنا عم نحضر الفيديو تبع الاعلان يلي كانوا عم بيقدموه وكيف كانوا عم بيقدموا هالفيتشر. انستغرام اطلقوا شيء اسمه ستوريز، يعني رح وقت تعملوا ابديت للاب تبعكم بأعلى الشاشه عملت الشمال رح يكون في عندكم بلس بتن بتكبسوا عليه وبيصير فيكم من كل الصور او الفيديو اللي بتلتقطون تكونوا عم بتزيدوا ان كان تكست بعض الانيميشنز المهضومين مثل ما نشوف بهول الصور، وبتصيروا تحفظون بالستوري فيد تبعكم نفس الاسلوب مثل ما اليوم عندكم اياه بسناب شات. اليوم بعد مش كل الفلترز المتوفرين على سناب شات هن كمان موجودين على انستغرام، ولكن باول ابديت لهم اكيد رح نكون عم نشوف امور بعد عم تنزيد اكثر واكثر واكثر على هالسوشيال ميديا بلاتفورمز. يعني اليوم الشيء اللي ما منيح بهول صور كاتيا صار انه تبعي ساعه بيلحقوا يسهروا اذا كل الوقت عم يشتغلوا على هيدي. اي wouldn't mind اذا في حدا عم يعمل لي اياها، يعني حدا عم بيصورني ويعمل لي كل الديكوراسيون والى اخره، بس انه اذا انا بدي اعملهم كلهم اي ساعه بسهر. لحقيقة انا ماني كثير برو بعد على سناب شات، بس اليوم بتروحي على السهر اوقات بتشوفي الناس يمكن عم بيعيشوا غير يعني بالصور بتقولي غير حياه عن لان قاعدين كلهم على نفس التليفونات، يمكن بيقعدوا كل السهره ياخذوا ثلاث اربع صور ويزبطوا بهالصوره ويحطوهم. الحلو بيقول انه اوقات اذا عم تاخذي صوره مهضومه انت واصحابك ساعتها اوكي بتتسلي فيها بتزيد عليها كم شغله مهضومين، بس انه تصير حياتنا عم نعيشها هيك ما بعرف. والترند اللي اليوم عم نشوفها بانستغرام اليوم هالبلاتفورمز اللي كيف عم بيسيطروا على العالم عن جد، قد ايه عم بيصير في عندك ادمان عليهم. فهالشفت اليوم عم نشوف انه في كثير امور كانت موجوده على سناب شات اليوم عم تصير موجوده على انستغرام، فاياها رح تعيش فتره اطول. اتس انترستينغ لنكون عم نشوفها. نوصل على ثالث موضوع اليوم، مليانه الحلقه هيك اخبار مش هيك؟ دائما مليانه حلقتك. بدي احكيك كان عن الايباد برو. سو بمارتش تقريبا ابل اطلقوا ايباد كان بحجم لابتوب نوعا ما، السكرين تبعه كانت كثير كبيره. اليوم ليش اذا بدنا نجي نتساءل هالترند عم نرجع نشوفها؟ اليوم اذا بدنا نطلع من ناحيه المبيعات كاتيا، ابل كانوا عم يعلنوا دروب من عدد المبيعات تبع التابلتس تبعهم، فهالديماند على التابلت اليوم ما عاد مثل قبل. يعني بفتره اول ما طلع اول فيرجن ايباد صار في ثوره فيهم وكل الشركات لحقوهم وفاتوا بهالاندستري وصار في قطاع جديد بعالم الالكترونكس اللي هو التابلتس. اليوم الترند اللي عم نبلش نشوفه انه اللابتوبس عم يرجعوا على الحياه اكثر لانه عملي بحياتك اكثر، مشان هيك الدعايه اللي حتكونوا عم تحضروها معنا يلي هي امبارحه كمان كانوا عم بيطلعوها ابل، كانوا عم بيركزوا على الايباد البرو كيف هو في يكون اللابتوب تبعك. سو عم بيستعملوا التابلت هلا بهالمرحله ليكونوا عم بيقولوا لك ليه هي فيها تكون عم تستبدل اللابتوب تبعك، ليقدروا كمان يكونوا عم بدل ما تشتري لابتوبس يضلوا عم يربحوا بهالايباد البرو الكبير. سو اليوم اكيد عم نشوف في الكيبورد موجود الكلاسيكي، ولكن الادفانتج اكيد انه الكيبورد فيك تتخلي عنه وقت اللي بدك،
فيها القلم، في عندك السكرين يلي هي تاتش سكرين، يعني هو ايباد مثل ما هو. فالتركيز اليوم بهالدعايه كان انه ليكونوا بعد عم يخلقوا لنا ترند مثل ما ابل على طول بيعملوا، بحسوك انه انت ما بتعرف تستعمل الاغراض وهيك انت لازم تكوني عم تستعمليهم. سو يبلشوا يشتغلوا على هالاديوكيشن وبيخلقوا موضه لالون يلي بترجع كل الشركات بتتبعون فيها. بس اذا عم يعملوا يعني بين اللابتوب وبين التابلت حل وسط، مش غلط يعني. هيدا هو، ومنا اول مره، منا اول شركه بنشوفها هيك، هي اول مره بنشوف ابل عم يعملوا هيك نوع دعاية. يعني عندك لينوفو عندهم هيك قصص، عندك عندهم لابتوب مثلا بيبرم بينحمل بصير فيه كمان بتنفك السكرين عنه، عندك مايكروسوفت يلي نزلوا سيرفس برو تابلتس تبعهم يلي هن كثير شبيهين بهالامور هون. هلا بس للناس اللي لان قلنا بالاول انه عدد المبيعات قل، بس زادوا الارباح تبعهم لان غلوا الاسعار. وبيضلوا يبيعوا. اخر شيء رح نكون عم نحكي عنه بتكنولوجي هو سمارت فون جديد يلي اطلقوه سامسونج من هالفلاج شيب فونز تبعهم. عم نحكي عن النوت. اخر نوت كان قبله كان النوت 5، سو هلا منه النوت 6، سموه نوت 7. نوت 7 لانه عم بيكمل هالسيريز يلي كنا عم نشوفهم، كان تبع الاس 7 يا اما حتى الكيرفد سكرين فونز يلي كنا عم نشوفهم يلي هن كلهم بيحملوا نفس الرقم، وباخر سيريز كانوا عم يطلقوهم. قطعوا ال 6 يعني. قطعوا ال 6 مش موجود ال 6. الايفون 7 هوليك. فاليوم اول شغله بنلاحظ فيها انه المظهر الخارجي تبع هالسكرين، عم نلاحظ هون انه السكرين هي كيرفد على الميلتين مش على ميله وحده مثل الاس 7 كمان. هالسكرين كمان عم بتكمل مثل ما عم نشوف على الاطراف، ولورا كمان هاللوك والفيل تبعه تمكنوا انه يكونوا عم بيرفعوا بعد هيدا النوت 7 كاتيا عن التليفون يلي كان قبل، فصار ارفع من النوت 5 ووزنه كمان اخف بهيدي الحاله. من ناحيه المظهر الخارجي بعتقد انه عن جد التليفونات يلي صاروا عم يعملوهم كثير حلوين، يعني فيري سليم فيري اليجنت، وحتى سهلة تكوني عم تمسكي لها التليفون بإيديك، مع أنه كان تشالنج لهم وقت كانوا عم بيكبروا السكرين تبع السمارت فونز أنه يدخلوا على سوق بإكرانات بعد أكبر، ولكن تمكنوا بهالنوت فونز اللي كانوا عم ينزلون على ممر السنين أنه يحافظوا عليهم. الكاميرا والريزولوشن والبروسيسر الموجود بالداخل هن نفسهم مثل الـ S7، عم نحكي عن 12 ميجا بيكسل كام. من الفيتشرز اللي كتير أنا حبيتها كاتيا هي أنه وقت بيكون يعني زادوا هون، كنا عم نشوف فيها الايريس سكانر يلي هي بدل ما تكون عم تستعملي الاصبع لتفتح التليفون صارت تاخذ على العين وبتفتح دغري التليفون. لاحظنا انه ما كثير اخذت وقت معه، وابيرنتلي قاموا بعدها كثير كبير من التستنج بعده فيديوز يعني كانوا عم بيجربوها، كنت عم بحضرهم على طول الريسبونس كان عم بيكون سريع. وقت نحكي عن النوت 7 كاتيا ما فينا الا ما نحكي عن هالاسبن قلم سامسونج الشهير. فاليوم كيف طوروا البريسيجن تبعه، زادوا كمان ووتر ريزيستنس له، يعني بحال كان في، لان التليفون هو ووتر ريزيستنت اوكي، اذا اجى عليه شويه مي ما بيتاثر. قبل كان القلم ما فيك تكتب عليه بيصير، سو هون لا بيكمل. زادوا القدره انه تقدري تكبري الايكونز بهذا القلم، سو هول الابديتس كانوا عم يعملوه عليه. في شغله كثير حبيتها رح نشوفها هلا، انه فيك تترجمي حيالة تكست موجود قدامك على سكرين من خلال هذا القلم، سو بتنقي على اي لغه بدك تترجميها وبيترجم دغري، يعني ما في لزوم تعملي كوبي بيست على براوزر على ابلكيشن لترجميهم. أمر آخر كمان حبيته إنه اليوم صار دارج بدل ما تحطي صورة بتحطي هيك جيف، يعني صورة المتحركة إذا فينا نقول، كأنه فيديو 3-4 ثواني بس هو بيكون عبارة عن صورة. فاليوم كمان حيلا فيديو أنت عم تحضريه بمجرد ما يكون معك هالأسبان، بارت من الفيتشرز اللي بتستفيد منهم إنه فيك تحولي هيدا الفيديو لصورة مثل ما عم نشوف هون. سو أخذ فيديو كان عم بيحضره عن حيلا ويب سايت، بياخذ اللحظة اللي فيها المومنت exactly. يعني كنت عم بقلك عن امر كثير حبيته بالاسبن وبهالابديت الجديد كاتيا، حنشوفه هون، انه اليوم مش ضروري كل مره بدك تكبي على سكرين تكوني عم تدوري التليفون، هالامر يلي بينعكس باسلوب ايجابي لناحيه استهلاك البطاريه، يعني لاحظت انه هون عم بيكتب على باك جراوند اسود، فما كثير رح تكون عم تستهلك منه الوان، والحلو انه ما عم بيدور السمارت فون ليرجع يقرا النوتس يلي كان كتبهم، يعني عم بتضل كانه اذا بدك بهالستاند باي مود، الساعه عم بينه فوق وهي هي عم بيرجع يقدر يقرا كل الكومنتس تبعه يلي كان كتبهم، يعني كنت بميتنج كنت بمحل مش كل مره بدي ارجع دوي السمارت فون تبعي واستهلك بطاريه بعد التليفون. انا كثير حبيته من ناحيه ديزاين، من ناحيه بروسيسور، من ناحيه كل شيء. لا بس كمان الفانكشنز يعني فظيعين، فيري براكتيكال وعمليين. كمان عملوا فيتشر حلوه فيه، يعني الفرق كمان انه هون كبروا الستورج سبيس عن ال S7 فاميلي اذا فينا نقول، بما انه هون عم نحكي عن نوت وفيها البن يلي رح تكونوا عم تزيدوا فيه كميه الـ الـ الامور يمكن يلي رح تكونوا عم تحفظوها. فهيك اذا بدنا نقول بلمحه كثير سريعه نقيت لك الفيتشرز
انا شخصيا لقيتهم جديد وحلوين وسيمبل بنستفيد منهم بحياتنا اليوميه. أنا اكيد بحب القلم كثير يعني It's very practical بهذا الأسلوب. يعني أنا اليوم بكره وقت القلم بده يفوت وكل مرة بدها ترجع تدور السكرين كلها، لا هون عم تاخذي نوتس، سكرين على طول مطفية بترجع بتدوريها. Very practical, very user friendly. وهذا كل شيء لليوم. Have a nice day. Thank you, إلي كمان. وقت هلا بنرجع بنتابع نحن وياكم مع أوروسكوب، خليكم معنا.